أستاذة حنان من القاهرة، أستاذ معانا دلوقتي الأستاذ حجاج من الجيزة، اتفضل يا أستاذ حجاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ حجاج. الله يخليك. الله يرضى عنكم يا سيدي. حضرتك يا فندم، أنا الأخ الكبير لإخواتي. طيب يا سيدي. وأخويا الصغير غلى عليا الأرض الزراعية. يعني أنت كنت مأجرها منه فغلاها عليك ولا إيه؟ مأجرينها من ناس تانية. طيب. وهو غلاها عليا. غلاها عليك ليه؟ يا فندم هو غلاها عليا عايز أزرعها. طيب. وزود عليا الورث في البيت. زود عليك الورث في البيت ازاي؟ احنا ما حلتناش حاجه غير البيت يا فندم. طيب كويس. وهو زود عليا السعر في البيت عشان كنت عايز اجوز ابني وهو واقف ضدي. يعني هو دلوقتي هو قال لك ادي السعر يعني انتوا شركاء في البيت دلوقتي. ايوه يا فندم. فهو قال لك لو عايز تشتري تشتري بالسعر الفلاني، السعر دوت هو سعر السوق ولا مش سعر السوق؟ لا مش سعر السوق. طب هو انت عايز تشتريه بنفس سعر السوق ولا عايز تشتريه بأقل؟ لا انا عايز، احنا اخوات يا فندم، المفروض ان نساعد بعضينا عشان انا عندي عيل اتجوز والحياه الماديه معايا انا صعبه. طيب فين سؤالك بقى؟ فين سؤالك يا استاذ حجاج؟ سؤال يا فندم ان هم دلوقتي هو واخواته متفقين عليا. طيب البنات. طيب تمام. فين السؤال بقى؟ السؤال يا فندم ان انا دلوقتي مقصر في الصلاه قوي. طيب وبعدين؟ وبعدين يا فندم الدنيا ماشيه معايا العكس. يا حاج حجاج، عارف ليه يا حاج حجاج؟ اتفضل يا فندم. لان انت حاسس طول الوقت ان انت مظلوم من الناس. طبعا. لا مش طبعا يا حاج حجاج. من بص يا حاج حاج من ما هو اخواتك بقى، او ان انت مالكش حظ ودايما الناس حتى اقرب الناس اليك بيجوا عليك وكده. ايوه يا فندم. طيب سيبني بقى اجاوب عليك يا حاج حجاج، انت بتقول لي اعمل ايه؟ اقول لك تعمل ايه. بص يا حاج حجاج، عشان بس ايه المساله دي مهم ان احنا نبينها. في داء كده لما بيحصل في البشر بيبقى خطر عليهم. الداء دوت ان يحس حد ان هو ايه؟ مظلوم. فلما يحس ان هو مظلوم يحس ان هو ليه حق عند كل الناس. من كده مثلا ان واحد يحس ان هو ليه حق على مين؟ ليه حق على ان الناس اللي قريبين منه ان هم يراعوا ظروفه. فيراعوا ظروفه يعني ايه؟ يساعدوه. يعني الحاجه اللي ام 3 قروش يديها له قرشين. امال هم يبقوا اصحابي واهلي وناس ازاي اذا هم ما ساعدونيش في زنقتي؟ ولما تيجي تكلمه يقول لك ما هم مش محتاجين هم. طيب خليني اقول لك يا حاج حجاج، اخوك لو هيبيع لك البيت هيبيع لك نصيبه في البيت، او اخواتك هيبيعوا نصيبهم في البيت بنفس ثمن السوق، ما عليهمش اي حاجه حرام. وهو لو غلى عليك وانت لقيت حد يشتري نصيبك اشتري نصيبك واشتري وروح انت اشتري بره. يبقى مساله بسيطه اهو. انت دلوقتي المساله يسيره، هل واجب على اخوك ان هو يبيع لك البيت بثمن اقل من نصيبه في البيت بثمن اقل؟ لا. طب هو اذا تمسك بالثمن بتاع السوق اللي هو يبيعه لك، هل كده هو ظلمك؟ الجواب لا. يبقى اذا هو مش واجب عليه ان هو يقلل من ثمن البيت عشان انت اخوه. ليه؟ لانه ملكه في البيت دوت ده حقه شرعا. بالعكس الشرع بيقول لك ما تبصش لفلوسه. ولذلك يا حاج حجاج لما تقول هو غلى عليا فاسالك، هو ثمن البيت هيغلي عن سعر السوق، فلو هو بسعر السوق يبقى ما غلاش عليك. طب هو انت بتقول لي لازم يقفوا جنبي. لازم يقفوا جنبك، ده مستحب ان هم يعملوا كده. يعني لو عملوا كده يبقى خير وبركه وتشكرهم على ده. لكن في بعض الاحيان بنجد ان بعض الاشياء اللي هي الافضل الناس يعملها بتبقى واجب عليهم. محدش عارف ظروف الناس ايه ومحدش عارف ترتيبات الناس ايه. فانت بتسالني هل واجب على اخوك ان هو يبيع لك نصيبه في البيت بثمن اقل عشان تسكن ابنك اللي هيتجوز في البيت دوت؟ لا مش واجب عليه. واذا باعوه لك هو بثمن السوق وما قللش منه، هل هو كده يبقى حرام عليه ويبقى كده ما عملش بيه صله الارحام؟ الجواب لا.
واضح يا حاج حجاج؟ وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يخلي بالك من فكره ده ان انت مظلوم، دي ده حاجه محتاجه شويتين ثلاثه ان انت تراجعها مع نفسك، لان دي لو تمكنت من الانسان بتخلي حياته صعبه شويه. نعم، معانا السيده مناصر، تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور عامل ازاي حضرتك؟ فضل ونعمه والله. كل عام وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه وبخير وبسلام وبصحه وبعافيه. ربنا يخليك، ربنا يكرمك يا رب، يكرمك في اولادك ويخليهم لك يا رب. يا رب بحق المصطفى يا رب. يا رب. بقول لحضرتك يا دكتور عمرو، انا عندي سؤالين. اتفضلي. السؤال الاولاني ان انا كنت يعني في قبل رمضان كده كنت بصوم وكده والحمد لله وقضيت رمضان، بس جيت عملت عمليه في رجلي فكان عليا 3 ايام كفاره يمين ما صمتهمش لحد دلوقتي عشان باخد علاج بتاع عشان شايله حته من رجلي وكده يعني. ربنا يديك الصحه ويجمع لك بين تمام الاجر والعافيه. يا رب، ربنا يكرمك. والسؤال الثاني حضرتك انا عندي. لا معلش، السؤال الاولاني لان حضرتك قلت حاجه كده ممكن تختلط. انت دلوقتي ما عليكيش اي ايام من صيام رمضان؟ لا ما عليكيش، لا صمت بس رمضان. بس انت كنت حلفتي وما قدرتيش تطعمي 10 مساكين فهتصومي 3 ايام صح؟ ايوه. فعليكي صيام 3 ايام، فانت بتساليني دلوقتي اعمل ايه؟ ايوه. طيب انت قادره تطعمي 10 مساكين؟ لا ممكن اصوم الثلاث ايام دلوقتي، لان انا ممكن اخلي العلاج ايه اخده الفجر واصوم الثلاث ايام، هل كده هبقى في زعل يعني ربنا زعلان مني ولا لا حاجة؟ ربنا مش ربنا هيكرمك ويرضى عنك ويخليكي في خير صحه ان شاء الله. لا مفيش مشكله. السؤال الثاني، السؤال الثاني حضرتك، انا عندي ابني متجوز 2. في واحده كان واحده جديده كان بيروح لها والقديمه ما كانش بيروح لها، كان في تقريبا حاجه في نفسيته من ناحيتها ما بقاش يروح لها خالص، وساعات ما كانش بيديها مصاريف وكده. هي كان معاها بنت وولد. هي مهمله جدا، اولا اهملت في البنت، انا ما بحبش اقول الكلام ده، والبنت ضاعت يعني ضاعت بمعنى حضرتك ايه. طيب خلينا بس في السؤال اللي يخص ابنك، سيبك من البنات دلوقتي. ايوه، والولد صايع في الشارع. يا ستي خلينا دلوقتي في ابنك، فين السؤال اللي يخص ابنك؟ اللي يخص ابني ان هو رمى عليهم يمينات كتير جدا، كتير قوي. على الاثنين وعلى دي بالذات؟ لا على الاثنين، لان القديمه كانت بتروح عند الجديده ويشتموا بعض بالفاظ فظيعه جدا. ربنا يستر الجميع. قولي لي بقى فين سؤال حضرتك بقى يا حاجه مناصر؟ السؤال دلوقتي انا قلت له لا يا ابني عشان خاطري، يا ابني انت كده متحرمين عليك وطلق الاثنين. يا نهار ابيض، ليه كده يا مناصر؟ طب اعمل ايه؟ طب ما مالهاش حل يا دكتور. يا اوعى يا ناصر تعمل اللي بتقول عليه الحاجه مناصر ده. طب نعمل ايه دلوقتي؟ هقول لك يعمل ايه. اول حاجه اخونا ابن حضرتك ده يا حاج ابو ناصر لابد ان هو يجي، بدل هو عنده يمينات كتيره لازم يروح على دار الافتاء عشان يحققوا معاه في اليمينات الكتيره دي. اصل اليمينات الكتيره دي لازم نحقق في يمين لازم نحقق فيه، فلازم هو يروح ويكون كاتب اليمينات دي عشان هيتحقق معاه في يمين، لأن كل لفظ ليه حكم حسب الحال وحسب اللفظ وحسب كل الأمور اللي تتعلق به، هو كان إيه قصده وكان قاله في أي حال. لابد كل دي نحقق معاه فيها، مش نحقق معاه عشان نحاسبه، لكن نحقق معاه عشان نساعده وعشان يعرف الحكم الشرعي لكل يمين من الأيمان دي. نعم، لكن يا حاج مناصر ينفع برضو كده ان انت تشتغلي مفتي وتقولي له طلق الاثنين؟ اوعى يا ابني تسمع الكلام بتاع حاج مناصر ده. طلق الاثنين ليه؟ هيطلقهم عشان هو غلط؟ الاول نشوف هو طلقهم ولا ما طلقهمش. لكن ايه ده انت لخبطت الدنيا كده، هد الدور. لا ده هو مش دور ضمن على فكره، ولا انه لخبط في الكراسه فيروح مقطعها ويجيب كراسه ثانيه، لا خالص، دي اعراض، فما ينفعش ان هو يتلاعب بالاعراض دي. فهو لازم يروح عشان يتأكد من الأيمان كلها، وبعد ما يتأكد من الأيمان كلها نبقى عارفين هو الزوجتين دول ما زالت زوجاته وما زالت على ذمته ولا لأ. لازم الأول خالص نعرف الكلام ده، لكن ما ينفعش إن هو إيه تقولي له روح طلقهم خلاص هما بقوا إيه، أنت يبدو كده لخبطت الدنيا ويبدو إن أنت طلقت الجميع. ما ينفعش،
وبالله عليكم ما حدش يفتي نفسه أو يفتي الآخرين بالذات في مسائل الطلاق. ده احنا بنقول للناس المشايخ نفسهم أرجوكم ما تفتوش في مسائل الطلاق على هوا عشان تتمكنوا من التحقق من الأيمان، لأن المسألة مسألة أعراض، وكان والشرع الشريف بيحتاط في الأعراض وفي الدماء احتياط ليس بعضه احتياط. نعم. السيدة أم أحمد من الجيزة تتفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عايز طلبة منك حضرتك طلب والله. اتفضلي. أنا في نعمة الحمد لله، اللهم لك الحمد. دايما يا رب. عند ربنا. دايما. عايزك تدعي لي بس، الله يبارك لك، أنا في شدة وأنا في نعمة والله، معايا أولادي كويسين وجوزي ربنا يعفي عنه ويعفيه وابني صالح كويس الحمد لله، اللهم لك الحمد. يا رب بس يا أنا رب. في شدة بالله يا رب دي. يا رب بحق كل ما بحق كل صفات الجمال وبحق فضلك وكرمك وجودك الذي عودتنا عليه أو عودت أم أحمد عليها كمان يا رب، بحق هذه حسن المعاملة فرج عنا فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم والله ربنا اللهم ادانا اكثر ما استحق، اداني جوز صالح وعيال صالحين، اللهم اداني نعمه من عند ربنا الحمد لله. ربنا يفرج عنك ويشرح صدرك ويريح بالك ويعطيك فيغنيك ويرزقك رزقا واسعا ويجعلك من أهل السرور ومن أهل الهنا ومن أهل الفرح ومن أهل الفتح ومن أهل البركة ومن أهل التيسير ومن أهل السداد ومن أهل الحكمة ومن أهل الفضل يا رب العالمين، ونحن معك وسائر المشاهدين يا رب العالمين. وسؤال وصلنا، سيدة فاضلة تركت سؤالها بتقول هتعمل ايه جوزها بيكلم ستات كتير. الحقيقة ده بلاء شوية، ده بلاء وبلاء معقد شويتين. لازم اولا انا اجاوبها اجابة، لكن هو لازم نعرف هو ليه بيكلم ستات كتير. لان هو لو بيكلم ستات كتير لان شايف، انا اسف اقول لكم شوية حاجات كده بنقولها في الارشاد ودي الارشاد عندنا، لكن لازم اقول لحضراتكم يعني في بعض الرجاله، وده مش مبررات ده تفسيرات، يعني ايه اللي بيكون بيخلي الشخص بيكلم ستات كتير. اول حاجه في بعض الرجاله شايفين ان الستات كل ست فيها ميزه، فهو ما فيش ست هتملى عينيه، لكن مجموع الستات هتملى عينيه، حسبي الله ونعم الوكيل. ده جنان. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنه اذا كره منها خلقا راضيا منها الاخر. فدوت الشخص ده بيبقى عنده بقى ايه مبرر كده، اسمه مبرر ايه، مبرر عاطفي، مبرر عاطفي، وده كذب، ده من النفس الاماره بالسوء. فيحب يكلم ستات كتير كده ليه؟ صوت دي وشكل دي وما اعرفش ايه دي ودوت، والعياذ بالله هذا فساد عريض، هذا لا تملا عينه، لا يملا عينه الا التراب، ودي فتنه ما بعدها فتنه. لأن النفس الأمارة بالسوء لما بتمسك الشخص ده بالذات بتدمر حياته وبتخليه لا يستمتع بنعمة الله. رسول الله في الإسراء في المعراج شاف بعض الناس من أهل النار يتركوا اللحمة الطيبة وكلوا الجيفة، فقال ما من هؤلاء يا أخي جبريل؟ قال هذا الذي يترك ما أحل الله ويأكل ما حرم الله. ترك ما يترك ما أحل الله ويأخذ ما حرم الله. أو ده اللي بيحصل مع الرجالة، أو ده الشخص اللي بيسموه عينيه فارغة. عينيه فارغة يعني إيه؟ هو شايف إن الستات كلها في رجالة. فدوت بنعمل إيه بقى؟ بنعمل ببساطة خالص بنقول له الحقيقة أنت تتعدى على حقوق الناس، أنت تتعدى على عرض رجل آخر دي بنته، أو بتتعدى على عرض رجل آخر دي زوجته، أو بتتعدى على عرض امرأة نفسها، لا يجوز لك إن أنت تعمل معاها كده. ولذلك الحل مع الشخص ده إن توقف معاه وقفة جادة، وقفة جادة يعرف فيها إن الناس أعراض وإن العرض ده حرام وإن الستات دول مش موجودين عشان نستمتع بيهم، الستات دول زي الرجالة ليهم أعراض وليهم كرامة زيهم زي الرجالة، مش موجودين عشان الناس تلعب بيهم، دول موجودين عشان نستوصي بيهم خيرا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلازم يبقى معاه وقفة، الشخص اللي بيكلم ستات كتير لازم يبقى معاه وقفة. نعم.
السيدة أم محمد تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ فضل ونعم الحمد لله. أنا عندي سؤال وعندي طلب. اتفضلي. السؤال، أنا كنت شايلة لبنتي الكبيرة شهادة في البنك ب 22,000، وللأسف أنا عشان هي مش خصاني فأنا نسيت خالص أقول لها إن إحنا نطلع زكاة في شهر رمضان عليها بتاعت السنة كلها. هي بكام يا فندم؟ 22,000. هي معاها فلوس غير ده؟ هي باسمها؟ لا. لا باسمي أنا، أنا شايلهم لها باسمي أنا. طيب أنت عندك فلوس تانية غير الشهادة دي؟ لا. طيب مين قالك إن أنت عليكي زكاة أصلا؟ أنا معرفش، ما أنا عارفة إن أنا لما يكون معايا فلوس ويعدي عليها لا سنة. لا، الزكاة عارفة. الزكاة بتكون لما تبقى معاكي فلوس وصلت ل 85 جرام ذهب. طيب خلاص. ودول ما يجيبوش 85 جرام ذهب. ماشي؟ معلش، الأستاذة أم محمد كان عندها طلب، هي ما لسه موجودة معانا ولا راحت. طب يا ست أم محمد، طب معلش يا ست أم محمد، أنت اللي أغلقت التليفون، ممكن لو سمحت ترجعي مرة تانية. أستاذة إيمان تتفضل. أيوة، السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا متجوزة وعندي 4 أولاد. نعم. جوزي اتجوز عليا وبنتي الكبيرة لسه داخلة أولى ابتدائي. طيب. تمام. اتجوز من كام سنة؟ هو دلوقتي داخلين في 8 سنين، يعني أنا بنتي دلوقتي الكبيرة في 3 إعدادي. طيب. يعني هو اتجوز من 8 سنين. وبعدين؟ ايوه، يعني ده ماشي. فهو دلوقتي انا لما عرفت ان هو عمل كده، انا طبعا كنت طالبه الطلاق، بس هو قعد يقول لي ايه، لا اصل انا ما اقدرش اطلعها، اصل مش عارف ايه، خليك انت معايا. المهم الموضوع دخل في 8 سنين كده، بس الحال سيء، هو ظروفه ما فيش فلوس. بيعمل ايه؟ ايه؟ بيعمل ايه؟ ما سمعتش. هو بيعمل ايه؟ هو دلوقتي بالنسبه للظروف بتاعته ما فيش فلوس ان هو يصرف على والبيت بالايجار، ومتجوز واحده ثانيه طبعا وقاعد معاها في بيتها هي. لكن هو دلوقتي هو كمان عنده اولاد من الزوجه الثانيه؟ لا ما عندوش، لان الثانيه عندها 4 أولاد يعني كبار ما شاء الله. فهو ما خلفش منها؟ هو ما خلفش لان هو مش قادر يصرف يا شيخنا. بس هو واضح ان هو كمان، انت لسه على ذمته، بس واضح ان هو انت ما بيقعدش معاكي ولا ايه؟ لا انا على ذمته. ايوه هو رافض الطلاق، بس هو دلوقتي انا خايفه ان انا مثلا لما اصمم على الطلاق بالذات ان مفيش راجل يقف عندي، تمام؟ لان مفيش فلوس تندفع لمصاريف مدارس، مفيش فلوس تندفع لكده، الاكل بالقوه. طب اسالك سؤال يا استاذه ايمان، وما تفتكريش ان انا ما تفتكريش ان انا شايف ان هو لما اتجوز زوجه ثانيه ده انا معاه فيه خالص. تمام. لكن تمام. ركزي معايا في السؤال اللي بساله لحضرتك. هل حل مساله النفقات ان هو يصرف على الاولاد، الحل ده ان انت تطلقي منه؟ مش هتطلق. ماشي، ما هو دلوقتي هو مش قادر يصرف والمصاريف. لا 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 معلش، هو ده يعني طلبك للطلاق منه هيحل المشكله دي؟ ما هو علشان انا يعني، طب اعمل ايه فضلك؟ طب اسالك سؤال تاني هيكون اسهل من السؤال الاولاني. هل انت عندك مصدر رزق تصرفي بيه على الاولاد؟ ايوه طبعا، انا عندي معاش والدي الحمد لله، وبابايا سايب لنا بيت يعني شقتين. طب وهل انت لما يبقى معاكي معاش والدك وكمان نفقه جوزك، وهل انت لما تتطلقي هيكون دي البيئه المناسبه للاولاد عشان تتطلقي؟ لا انا مش متاكده من راحه ولادي في وسط اهلي. طيب يبقى الحل حل تاني، ان احنا نعمل ايه؟ ما دام انت في 8 سنين حاولتي فيها ان انت تستمري على ده، تعالي نحصل على استشاره زوجيه ونشوف ازاي نصلح زوجك، وازاي نبقى احنا في حاله افضل، بدل ما انت تعملي ده على قدر كبير من المخاطره والخطر، من المخاطرة. المخاطرة يعني انت بتعملي حاجة كده زي القمار، هتتطلقي وانت مش عارفة اثر ده على اولادك. طبعا هو في خطر على اولادك، احنا ما مسلمين بده، لكن كمان انت بتخاطري ان انت حياتك تبقى احسن لما تتطلقي، فده خطر. فيبقى الحل الامثل هو ايه؟ ان احنا نقعد
مع حضرتك ومع زوج حضرتك ونحاول بقدر الامكان نشوف ايه المشكلات اللي ممكن تتحل، فاذا اتحلت ممكن تكون حياتكم افضل. طب انا اوصل يعني في تليفون او حاجه اتواصل معاك؟ شرفي خد رقم تليفوني من الكنترول وشرفينا في مركز الارشاد الزواجي في دار الافتاء المصريه، وان شاء الله نقوم ان شاء الله بتقديم الاستشاره المناسبه في حاله حضرتك. استاذ محمود من الدقهليه اتفضل. اهلا بحضرتك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي سؤالي بخصوص تبديل الذهب، حرام ولا حلال؟ إيه؟ كان معايا حلق محتاجه ابدله بتاع بنتي لحلق اكبر، فتوجهت لبتاع الذهب قلت له عايز ابدل الحلق ده، فعلى حسب علم ان هو حرام، فقلت له لو سمحت اديني فلوسه وبعد كده هاخد منك الحلق الثاني واديكي فلوس لوحده، لان على حسب ما سمعت ان هو حرام. فقال لي لا، دار الافتاء اوضحت ان الموضوع ده مش حرام، طالما هتبدل وهتدفع الفرق خلاص. فانا حملت المسؤوليه وفعلا بدلت الحلق، اديته له وعرفت ثمنه كام، واشتريت الحلق الجديد واديته الفرق. فهل ده حرام ولا حلال؟ طيب يا سيدي، بص يا سيد محمود، اولا الراجل ده احسن ان هو في الحقيقه عرف الفتوى الخاصه بده. في فرق ما بين الذهب والمصاغ، انت رحت بدلت مصاغ، المصاغ ده بقى فيه فلوس للجرامات وفيه فلوس للمصنعية. فالذهب لما تحول الى مصاغ تحول الى سلعة. الذهب هو الذهب اللي هو الذهب ده الأونص، الأونص ديت او الذهب دوت اللي هو في شكل سبايك، ده هو ده الذهب اللي هو انت لازم تبيعه يدا بيد مثلا بمثل. اما المصاغ ده تحول الى سلعة، لان الصياغة دي حولته الى سلعة. نص على ذلك كثير من العلماء، تلاقي الكلام ده تنصص عليه الامام ابن قدامة في المغني وغيره، ان كده اتحول الذهب الى ايه؟ الى سلعة. فيجوز تبيعه بسلعة تانية وهيبقى دوت زي المؤيضة، بقت سلعة قصاد سلعة. طب والاوزان دي عشان نقدر نتبادل ده، فانت اللي عملته ده حلال وما تتوسوس. شامم كده ريحة وسوسة؟ لا ما تتوسوس يا سيد محمود، واللي انت عملته والمال اللي انت حصلت عليه مال حلال وليس فيه شبه. استاذة ماجدة من الأليوبية تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا في مشكلة كبيرة، او ممكن اكلم حضرتك؟ ربنا ما يجيب مشاكل. قصدك تكلميني على دلوقتي ولا تكلميني على التليفون؟ ماشي، لو على التليفون عشان ما ينفعش ان انا اقول لحضرتك مشكلتي. طيب حضرتك هتاخدي رقم التليفون من الكنترول وان شاء الله اتشرف بمكالمة حضرتك يا فندم. استاذ انور من المنوفية اتفضل. السلام عليكم يا استاذ دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي عمي راجل في الازهر، مدرس في الازهر، وحضر كتاب الله، والمهم كان ابويا في الورث. عمك كل والد، ثانية واحدة، عمك كل والدك في الورث، صح؟ أنا فهمت كده، سمعت كده كويس؟ أيوه. طيب وبعدين؟ هو ما اداش أبويا حقه كله. لا بص يا بص يا حاج أنور، إحنا من لحظة، طبعًا أنت مؤتمن عندي وكل حاجة، بس إحنا من لحظة كان هو أكل حق أبوك في الورث كله، وبعد شوية دلوقتي ما ادالوش حقه كله. بص يا حاج أنور، المسألة ببساطة خالص، لو انك انت يا حاج أنور شاكك ان والدك ما خدش ورثه كله، أصل المسألة فيها معنيين، ممكن يكون والدك أخد وتراضى ان هو يسيب ما يستحقه من الورث بقدر ما أخذ، فيكون قد تراضى على ده، وانت مش راضي ان والدك رضي باللي اخده. دي حالة تانية، دي ده مالكش فيه بقى، لان والدك خلاص تراضى مع عمك على المخارجة دي واخد ده ورضي بده خلاص، يبقى هو تصرف في ماله حال حياته. طيب لا، ده اللي حصل ان في شيء مخالفة في توزيع الورث او مخالفة في اعطاء والدي حقه، والدي ما كانش يعرف واحنا اكتشفنا ده. طالب بحقك، طالب بحق والدك، طالب بحق والدك. طب واذا كانت المسألة مش كده،
ده المسألة انت شايف دلوقتي ان اللي خده والدك بالنظام اللي احنا شايفينه دلوقتي لا ده اقل من حقه كتير. لا ده ما يبقاش، ما نقدرش نقول ان انت عمك اكل حق ابوك. ولكن في النهاية هل لو انت بتسألني هل من حقي ان انا اطالب بحق ابويا؟ نعم، لان انت خلفته في ماله، فلكن انت تطالب بده اذا اهو شوف اسمع، اذا كان له حق. اذا كان له ايه؟ حق. اذا كان له ايه؟ حق. طب ونعرف الكلام ده ازاي؟ يكون حصل اعلام وراثه، ثم بعد كده لما توزعت التركه اتوزعت على خلاف اعلام الوراثه، او دوت يبقى له حق. لكن لو توزعت التركه على وفق اعلام الوراثه والدك رضي بده مش هيبقى له حق. فاحنا لازم نكون منتبهين لده قوي يا حاج انور. نعم استاذ سمحت اتفضل. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عندي مشكله كده مع جوزي يا شيخ، كنت عايزه اسال حضرتك فيها. اتفضلي. دلوقتي زوجي طبعا كان شغال وعنده شغال مندوب مبيعات في ورشه، وبعدين صاحب الورشه ده ما رضيش يخليه ياخد شغل تاني منه لانه كان ليه عنده فلوس. طيب تمام، وقال له لازم المدام تنزل تمضي. تمام، انا نزلت مضيت معاه على 30,000. طب وانت مالك؟ بيقول له لا عشان انت ما اديتنيش فلوسي قبل كده، فهي عشان اضمنك هي اللي لازم تنزل تمضي. تمام، مضاني على 30,000. رجع ما اشتغلش معايا وساب البيت ومشي، وساب لي ولادي وساب الدنيا كلها، وانا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي مع الراجل دوت. بيقول ان هو يرفع عليا ومش عارفه اقعد في بيتي ولا اي حاجه، وهو ساب البيت ومشي راح قعد في البلد فتره، وبعد كده جه تاني، وبعد كده بتكلم مع الحرام اليمين طلاق عليا. تمام، الراجل ده انا مش عارفه اعمل معاه ايه، انا معايا ولد وبنت دلوقتي وبحاول ادور على شغل، وحتى لو اشتغلت مش عارفه اسد الراجل دوت، فانا مش عارفه اعمل ايه في المشكله دي. طيب يبقى حضرتك عايزه تساليني سؤالين. اتفضل. السؤال الاولاني على تعملي ايه مع جوزك اللي مسبب لحضرتك جمله من المشاكل اهي، منها مشاكل ماليه. تمام. وتعملي ايه في حل الفلوس بتاعت حضرتك، فلوس بتاعت الراجل ده اللي هي دين على زوجك اللي اخدها ومشي. تمام، مضاني عليها. طيب مضاكي عليها ايه؟ مضاكي عليها وصلات. يعني مضاكي عليها ايصالات امانه. ايصالات امانه للراجل ده مضاني عليها، مضيت وبصمت عليها. يعني انت مش مضيتي على انك ضامن لجوزك، انت مضيتي انت نفسك ايصالات امانه. ايوه. يعني هو ما كانش ضامن جوزك، فهو كانه قال لك انا هسلفك انت الفلوس. تمام. جه طيب. خد الفلوس واشتغل بيها، ضيعها كلها طبعا، ما اعرفش عمل بيها ايه، الله اعلم. سمعت برضه ان هو ممكن يكون اتجوز، المهم ما اعرفش عنه اي حاجه، مضيت انا على دولت، والراجل دلوقتي مش سايبني انا ولا اولادي، وعايز يهددني ويجي لي البيت ومش عارفه اعمل ايه معاه، وهو ما معلوش حاجه لان انا اللي ماضيه الثلاث وصولات. هجاوب عليك يا استاذ سماح. اتفضل يا فندم. الجواب على السؤال الاولاني، زوج حضرتك ده لازم ببساطه خالص ان احنا نقف معاه وقفه حاسمه. يعني واضح ان حضرتك بتقول يعني ايه اللي حاصل؟ قولي له لا احنا مش هينفع كده. انت اللي انت بتعمله معايا ده ما ينفعش ابدا، حياه متزنه، وحاولي تحصلي على نفقتك انت واولادك بشتى الطرق. انت طبعا عارفه هو فين، فانت عارفه زوج حضرتك بيروح فين، فانت لازم تقولي له لا وانا احصل على نفقتي باي طريقه كانت. وده الطريقه الافضل في التعامل مع زوج حضرتك، بما انه متهرب من النفقه وبيروح وانت مش عارفة تعملي ايه، طالبيه بحقك بشكل واضح واحصلي على حقك منه. ده الامر الاولاني. الامر التاني ان الفلوس دي انت فعلا كده حكمك ان انت اللي اخدتيها، لان الراجل ما كانش ادى الفلوس ده لزوج حضرتك، ده هو ادهالك وكاتب عليك ايصالات امانة، وانت لما خدت منه الفلوس اللي مضيتي على ايصالات الامانة معاه اديتيها لزوج حضرتك. فالحل ان الفلوس دي بقت دين ليكي على زوجك، بس هي دين للراجل ده عليكي انت، لان انت اللي خدت منه فلوس واديتيها لزوجك. انت في وسط الكلام في الاول خالص ما كانش واضح، لكن في وسط الكلام قلت لي انا خدت الفلوس واديتها له فاشتغل بيها وضيعها، فيبقى انت اللي خدت الفلوس، فالراجل ده صاحب دين. صاحب دين،
الحل ان انت تطلبي منه ان هو ياجل ليكي هذا الدين وتقسطي له الدين دوت، لان هو حق على حضرتك.